هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده عندنا فكره حلوه وحاجه مشهوره بتتعمل في امريكا. الفيديو النهارده الاسبوع الجاي هيبقى اسبوع الابله، يعني بتجيبوا كل يوم حاجه شكل للابله. بس انا بيبقى في يوم التلات، اول يوم تلات في شهر خمسة بيبقى هو مخصوص معمول ليوم الأبلة. بيت الأيام بتبقى لبقية الناس اللي شغالة في المدرسة، زي البرنسبول المدير، وزي الناس اللي هي اللي بتبقى بتساعد بتشوف العيال عشان ميعوش وقت اللعب والحاجات دي. فكل يوم بيبقى يوم متخصص لحد شغال في المدارس، وبتجيب لهم هدية وبتعملي حاجة تعرفيهم ان انتي بتحبيهم او كده يعني. فانا كل سنة بعمل او بتشكريهم. فانا كل سنه بعمل حاجه للابله بتاعت ليلى. فالسنه اللي فاتت عملت لها حاجه، وبحب اشكل برضو كل سنه. فالسنه دي انا جبت الورقه البيضة الكبيره ديت، وهكتب عليها بقى جمل زي شكرا على اللي انت عملتيه مع ليلى كده. يعني عندي كذا جمله، وفي كلمه في الجمله هشيلها وهحط بدلها شوكولاته او ملبس هتكمل يعني بقيه الجمله. يعني كاندي، بان، شوكولاته، اي حاجه زي كده. يعني بصوا، كلمه اكسترا، هو اللي بان ده شركته اكسترا، فبدل ما اكتب كلمه اكسترا لا هحط ديت بقى، ولما هي تيجي تقرا الجمله تقراها بالكلمه دي بدل كلمه اكسترا نفسها. فانا جبت الشوكولاتات اللي تنفع كلمات برضو يعني في الجمل، مش شوكولاته ملهاش معنى. ففي شوكولاتات وحاجات كتير هنا اهو. بس انا هبدا الاول اكتب الجمل، انا كتبتهم على التليفون بتاعي هنا، فهجيبهم من على التليفون واكتبهم، بعد كده نلزق الشوكولاته سوا. بالنسبه للناس اللي بتسال الانجليزي بتاعنا كويس زي الامريكان، ما هاجر مولوده هنا ومتربيه في امريكا في المدارس. ايه ده، تلاقيت بعرف اتكلم حاجه يعني؟ يا ده ناس بتقول كده وناس بتقول لك هو ده انجليزي يا مرسي، اللي هم الحقدويين مالناش دعوه بيهم. فالانجليزي اللهجه بتاعتها امريكانيه عشان هي مولوده هنا ومتربيه هنا من صغرها في قلب المدرسه. ولو انتوا جايين يعني جايين ناس جديده ومعاكي اطفال عادي اتكلمي معاهم باللغه بتاعتك العربي العاديه، والمدرسه هتعلمهم كل حاجه. انا عن نفسي كنا بنعلمهم عربي في البيت، ولما راحوا البري سكول ومعرفش والابتدائي وكده اتعلموا اللغه. ما تخافيش يعني، ما تقوليش ابني مش هيتعلم، كانوا رايحين ما بيعرفوش ولا حرف عشان احنا كنا بنعلمهم. ولما بقول للناس ان اول لغه ليا كانت العربي بيستغربوا، بيقولوا ايه ده بجد؟ ما بيصدقوش اهو. ففي ناس بتسال يعني انا اللي بتتكلم معايا بالانجليزي دي هاجر مش انا بتكلم بالعربي، عشان برضه في ناس بتسأل. بصوا كده انا هكتب زي انتم شايفينه، مش باين قوي عشان انا كاتباه بالقلم الرصاص، وبعد كده هعمله بقى بالفلاماستر عشان يبان. بس انا عشان اعرف الاماكن يعني الورقه ايه ممكن الورقه متكفيش، فعاوزه يعني عشان بصوا هكتب كل الكلام ده، فعاوزه يعني المكان يكمل او المكان يعني يكفي، فعشان لو احتجت امسح حاجه او كده ما اكتبوش بالفلاماستر على طول. انا كده اهو عملت الكتابه وحطيت الشوكولاتات والحاجات في الاماكن اللي هتبقى فيها، فاضل بس ان انا بقى اكتب ال اسمه ايه ده، الكتب الفارماسيه اللي كنا بنعمل بسكويت بالفلاماستر، اكتب بيه والزق بقى الشوكولاتات في اماكنها. فانا هكتب بالقلم واروح اجيب بقى الهوت جلو جن، اسمه ايه بالعربي؟ الهوت جلو جن، المسدس الشمع، مسدس الشمع، وهلزق بيه الشوكولاتات. انت عندك، انا نسيت اسالك. ودي ليلى تعرف تمسكها بقى وتوديها لها. ايه
هقدرها بعد المحاضرة عشان ممكن عشان الحاجة اللي فيها تبقى تقيلة عليها. هي هاجر كتبت الأول بالقلم الرصاص ودلوقتي بتكتب هو الكتابة بقى بالقلم عشان يبان. طب بتقولي انت كتبتي ايه الجملة؟ بدل ما انت ساكتة يعني. مش عارفة اركز وانا بقراها ممكن اكتب غلط. ممكن اقول لكم السنة اللي فاتت انا عملت ايه. السنة اللي فاتت جبت برضو حلويات كده وشيبس على بسكويت على حاجات كتير وحطيتهم في كيس هدايا واديتهم للاب لما جبتهم في ستاربكس. انا عرفت اخلصهم. كل سنة قبلة شكلي مش نفس القبلة هي هي. ولما تكبر تخش في الصفوف اللي هي الكبيرة بتبقى عندها كذا قبلة. هي اساسا عندها كذا قبلة دلوقتي. دلوقتي عندها كذا قبلة. عندها بي اي وعندها موسيقى وعندها البي اي اللي هي الالعاب والساين اللي هو عامل زي العلوم كده. الصراحة انا عن نفسي ما كنتش بعمل الحاجات دي. انت ما كنتش تعرفي عنها اصلا؟ لا كنت عارفه حبه حاجات لكن من الحاجه اللي انا ما كنتش اعرفها ما كنتش بعملها. ممكن لما يطلبوا عاملين حفله ويطلبوا عاوزين كيكه عاوزين دونات عاوزين اكل من بره كنت بنشتري وببعته. او لو عاوزين اكل بقى بتاعك انت البلد بتاعتك كنت بعمل لهم اكل. مره عملت لمحمد مسقعه كده. انا كتبتها اهو خليني اقراها لكم. كتبت مس ريف ده اسمها. I wanted to thank you for being an extra special teacher. انا عاوزة اشكرك انك قبل ازاي تقولي special حلوة كويسة. I've had mounds of fun learning. انا مبسوطة وانا بتعلم. You've helped me connect the dots. انتي ساعدتيني اني اروح من نقطة لنقطة يعني او من خط لخط. and become one of the biggest nerds وابقى واحدة من الشاطرين. one of the greatest score was to have you as my teacher. احلى حاجة انا كسبتها ان انتي كنتي الابلة بتاعتي. if I searched the milky way I wouldn't find another teacher like you. لو انا دورت في الميلكي واي اللي هي عاملة زي بيقولوا زي مارس وجوبيتر وكده اسمهم ايه بالعربي اللي هم الاماكن المريخ والاماكن دي اسمهم ايه الفضاء او كده مش هلاقي قبل زيك. I hope this made you snickers. اتمنى ان دوت خليت باين يعني هو فيك او تضحك. you deserve a payday of 100 grand. انت تستاهلي مبلغ 100,000 دولار. Don't forget to take 5 and enjoy a recess. ما تنسيش تاخدي 5 دقايق وتلعبي recess دوت وقت اللعب بتاع الأطفال يعني. From your little starburst ليلى. من الشطورة بتاعتك ليلى. كده بقى انا اروح اجيب على فكرة الحاجات دي مش ولا هي رشوة ولا هي انت بتجملي القبلة علشان تديكي نمر حلوة. لا بيدوكي انت عملتي ايه. بيدوك الحروف بتاعتك. هو هنا A و B و C و اف باني اف دي بتبقى اوحش حاجه ما انا قلت دي لحد اف اف بتبقى اوحش حاجه والدي طبعا بتبقى اللي قبليها احلى حاجه A و B. فهنا مفيش ولا رشاوي ولا في مجامله علشان بتعملي الحاجات دي عشان هي تديك نقطه زياده ولا لا مفيش الحاجات دي. لو انت بتستاهلي تستاهلي ما تستاهليش خلاص مهما عملتي. هنا كده هاجر بقى بتلزق الشوكولاتات والكاندي اللي جايباه ده هو كله شوكولاته. افتكر ده الاخيره دي كاندي شوكولاتات وكاندي والبان اللي هو الجام علشان خاطر ايه بتلزقها ايه بالشمع. وخلي بالكم لو بتلزقوا حاجه زي كده عشان بيبقى سخن ملهلب عشان كذا مره يلسعني. ايوه كنت بقول لكم بقى في مصر
بيجيبوا هدايا عيد الام وكده. هنا لا، ما هنا ما فيش، اللي عاوز يجيب يجيبه، اللي مش عاوز ما بيجيبش. ده حاجه يعني ايه اللي انت بتشكري بيها الابله، اللي هي هم طبيعي بيهتموا بالعيال من غير اي حاجه، مش محتاجه يعني ان انت تجيبي لها هديه عشان تهتم. فالاسبوع ده اللي هو اول ماي او اول مايو بيبقى اللي هو يوم الابله ويوم المعلمين والناس اللي شغاله في المدرسه، ونص مايو اللي هو اول تاني حد في نص مايو بيبقى عيد الام. انا بوريها لهم ميت واحده واحده.